ما يزيد على قرنين من الزمان ترتبط مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه بعلاقات ضاربه بجذورها عمق التاريخ فالقرب الجغرافي وتناغم الرؤى ساهم في احداث خصوصيه مطلقه في شكل العلاقات التي تجمع المنامه بشقيقتها الكبرى الرياض نعم زميل محمد الرشيدات يستعرض لنا أبرز المحطات المضيئة التي جالت وما زالت تجول في سماء الارتباط الوثيق بين البلدين الشقيقين ونوعية التفاهمات التي تجمعهما في المجالات كافة لأكثر من مئتي عام ترتبط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بعلاقات تضرب بجذورها عمق التاريخ فيما يمتد التكوين الديمغرافي بين المملكتين عبر عقود وهو ما لعب في تحقيقه وتسجيله القرب الجغرافي وصلات القربى ووشائج الاخوه والتقاربات العائليه التاريخيه واواصر المحبه وما تشهده علاقات البلدين من تواصل مستمر وتضامن كل منهما مع قضايا الاخر ليستميتا في المحافظه على عرى الاسلام وقواعد الدين والعروبه والتعايش والتسامح وحفظ الكيان وحسن الجوار من نفس بدن واحد افتتاح جسر الملك فهد في اواخر العام الف وتسعمائه وسته وثمانين شكل دعامه زادت من التصاق الروح بالجسد ليفتح ذراعيه طولا وعرضا أمام توسيع نطاق الخصوصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية بين البحرين والسعودية. فعلى صعيد السياسة تقف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية والعكس مشابه تماما ومنذ الأزل في خندق واحد ليتبنى كلا البلدين تنفيذ أقصى الإجراءات الموحدة لمواجهه التحديات الامنيه المختلفه والدفاع عن حدودهما وعدم المساس بامنهما واستقرارهما وسلامه شعبيهما. ويبرز التكامل السياسي الدبلوماسي بين البحرين والسعوديه خليجيا وعربيا واقليميا ودوليا، حيث ان المملكتين عضوتان في مجلس التعاون الخليجي وفي الجامعه العربيه وفي الامم المتحده وفي منظمه المؤتمر الاسلامي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والتحالف العسكري الاسلامي. فضلا عن توحيد الرؤى بينهما تجاه القضايا الاقليميه والدوليه، فالبحرين تعد اول دوله تعلن انضمامها الى التحالف العربي لاعاده الشرعيه في اليمن الذي دعت اليه شقيقتها الكبرى وعلى المستوى الاقتصادي تنطلق العلاقات بين المنامه والرياض قدما الى الامام عاما بعد عام اذ يشار الى الطموح المتزايد لبناء علاقات اقتصاديه تكامليه بين البلدين والتي يدعمها عده عوامل منها ان المملكه العربيه السعوديه تعتبر الشريك التجاري الأول للبحرين ضمن إطار وتيرة فاعلة من التجارة المتبادلة بين البلدين تنمو بمعدلات نشطة تزيد على 20%. ناهيك عن تزايد عدد الشركات السعودية المرخصة في البحرين وتنامي مجموع قاعدة الشركات البحرينية التي وجدت في السعودية بيئة آمنة للاستثمار فيها ومع تطور حركة الاقتصاد في العالم وما استلزمه ذلك من استحداث آليات عصرية تسهم في زيادة التبادل التجاري وتفعيل أدوات الاستثمار ولتفعيل التقارب القائم منذ أمد طويل بين المملكتين تم في الثامن والعشرين من يوليو الإعلان عن تأسيس مجلس التنسيق البحريني السعودي في العام 2020 وتسعة عشر برئاسة أولياء العهود في البلدين الشقيقين لتطوير أوجه التعاونات الناجعة ولعل أولى ثمرات المجلس عرض الخطوات الفنية المقبلة بشأن مشروع جسر الملك حمد المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد تشكيل لجان فرعيه للتنسيق السياسي والامني والاقتصادي والبيئي وحتى الاجتماعيه منها. الى جانب تشكيل لجان اخرى مشابهه بالشكل الذي يتلائم مع رؤيه المملكتين الاقتصاديه للعام 2030